تواصلنا معا خلال أيام شهر رمضان المبارك مع آل بيت النبي وأولياء الله الصالحين، عشنا في رحابهم ننتفع من سيرتهم ونتعلم من علمهم وننهل من بحار أخلاقهم وعلومهم. ونحن في حلقاتنا اليوم نحاول أن نذكركم ببعض ما قدمناه على مدار الشهر الكريم. كان على رأس هؤلاء سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد شباب أهل الجنة الإمام الحسين، الإمام الحسين الذي قال فيه رسول الله: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، حسين سبط من الأسباط. هذا بعض من كثير مما قاله رسول الله عن سيدنا الحسين ومما قاله عنه مشايخنا في حلقاتنا. يقول أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة العشاء الآخرة، وكان الجو مظلما، وكان عنده الحسن والحسين، فقلت: يا رسول الله، أأرسلهما إلى أمهما؟ يعني أخذهم، الدنيا ظلمة، أخذهم وأوديهم لأمهم اللي هي ستنا فاطمة رضي الله عنها وأرضاها؟ قال: انتظر يا أبا هريرة، فإذا السماء قد برقت برقة أضاءت ما بينها وبين الأرض، فمشيا حتى دخل دارهما. خرج مع أبيه الإمام علي كرم الله وجهه إلى الكوفة، وقاتل معه وشهد معه المعارك الكثيرة. بعد استشهاد الإمام علي كرم الله وجهه، خرج مع أخيه الإمام الحسن ابن علي رضي الله عنه، وشهد أيضا معه المعارك، إلى أن استشهد الإمام الحسن رضي الله عنه وأرضاه. فخرج سيدنا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه قاصدا الكوفة، وبعد ما حضر إلى الكوفة جهز يزيد جيشا ليقابل ويقاتل سيدنا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه، وتآمر على قتله، وجهز أشخاصا معينة لقتل سيدنا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه. كان من الشجاعة أنه جابه جيشا 4000 مقاتل ليقتلوه في كربلاء، ليمنعوا عنه الماء، ليقتلوا أبناءه بين يديه. لم يضعف ولم يستكن ولم يطلب الرحمة ولا الشفقة، بل كان بطلا مقداما مصداقا لما دعا له به النبي أن يكون شجاعا ويكون كريما. الحسين رضي الله عنه مدرسة في الجهاد، الحسين رضي الله عنه مدرسة في الإقدام، الحسين هو صاحب المقولة التي يفخر بها كل مسلم ويجب أن يرددها في كل لحظة دون ضعف أو دون مسكنة أو دون مزلة. ما هي مقولتك أبي عبد الله الحسين؟ مقولته: هيهات منا الذلة. تحدثنا أيضا عن سيدة من آل البيت، سيدة لها مكانة خاصة في قلوبنا نحن المصريين، السيدة التي أحبها المصريون حبا عظيما، نفيسة العلوم، السيدة نفيسة رضي الله عنها. هذه السيدة الطاهرة الورعة سليلة آل بيت النبوة، السيدة التي أمر الرسول بدفنها في مصر. فعندما توفيت السيدة نفيسة رضي الله عنها، أراد زوجها أن يدفنها في البقيع، ولكن أهل مصر تمسكوا بها تمسكا شديدا،
فرأى زوجها في المنام رسول الله وهو يأمره بأن يتركها لأهل مصر. هي من هي؟ هي نفيسة العلوم، السيدة نفيسة رضي الله عنها. ولدت في مكة ونشأت فيها وترعرعت وأحفظت وأتقنت كتاب الله عز وجل في سن مبكرة، في سن الخامسة من عمرها، في السنة الخامسة. وما لبثت رضي الله عنها إلا أن حولها أبواها إلى مدينة جدها صلى الله عليه وسلم، فنالت العلم وتعلمت الفقه وتعلمت الحكمة من مشايخ مسجد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصارت بعد ذلك نفيسة العلم. من هنا أخذت هذا الاسم. السيدة نفيسة رضي الله عنها نشأت في بيت والدها سيدنا حسن الأنور رضي الله تعالى عنه، وكان من بركاتها أنها حينما ولدت أرسل الخليفة أبو جعفر المنصور إلى أبيها بصلة من المال وهدية وكتاب يوليه فيه على المدينة المنورة، فببركاتها جعل الله تبارك وتعالى من أبيها واليا على المدينة المنورة، يرفع الظلم عن العباد ويقيم فيهم العدل. وظلت مدة طويلة في دار أبيها في دار الحكم في المدينة المنورة حتى وصلت إلى مرحلة الزواج، وتقدم إليها الخطاب كثيرا من أبناء عمومتها ومن أشراف قريش ومن أشراف العرب، حتى تقدم إليها ابن عمها إسحاق المؤتمن ابن جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن علي زين العابدين ابن الحسين رضي الله تعالى عنهم. وحينما تقدم لخطبتها يعني لم يقبل أبوها الحسن الأنور رضي الله تعالى عنه هذه الخطبة، ويعني تعلل بأن السيدة نفيسة ربما تكون صغيرة أو كذا، لكن يذهب إسحاق المؤتمن إلى الحجرة النبوية ويقف بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويشكو إليه أنه خطب إلى عمه ابنته نفيسة وأنه لم يقبل أن يزوجها منه، ونجد كرامة أو نجد يعني حادثة غريبة لإسحاق المؤتمن حينما يدعوه عمه في اليوم الثاني ويسأله أنه قد رأى في هذه الليلة رؤيا عجيبة، رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا حسن زوج نفيسة من إسحاق المؤتمن، فزوجها منه، وتم بذلك انتقالها من بيت الإمارة أو من بيت الحكم في المدينة المنورة إلى دار زوجها إسحاق المؤتمن. نفيسة العلم لم تتزوج إلا وكانت نفيسة العلم قبل أن تتزوج، بعد ذلك أكرمها الله سبحانه وتعالى بزوج صالح وهو ابن عمها. يا كريمة الدارين لما؟ لأن هي وزوجها هي حسنية وهو حسيني، ينتهي نسبها إلى الحسن بن علي، وإسحاق المؤتمن زوجها ينتهي نسبه إلى الحسين رضي الله عنه، إذا هي كريمة الدارين. والحسن والحسين هما سيدا شباب أهل الجنة كما أخبر بذلك الصادق المصدوق المعصوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هي ولدت في 11 ربيع الأول في سنة 145 هجريا، ولحقت بمدينة جدها صلى الله عليه وسلم وتعلمت العلوم، ثم رزقها الله سبحانه وتعالى بزوج صالح وهو إسحاق المؤتمن، تزوجت وأنجبت القاسم استناناً بجدها صلى الله عليه وسلم أبو القاسم، وأنجبت بنتاً فسمتها أم كلثوم رضي الله عن الجميع، أيضاً تأسياً بجدها لما أنجب بنتاً وسماها أم كلثوم رضي الله عن الجميع. السيدة نفيسة رضي الله عنها حجت 30 حجة، هي قاعدة بقى في المدينة وفي مكة قاعدة عند سيدنا النبي، وكان أكثر هذه الحجاج هذه الحجات ماشية حج وهي ماشية إرضاء لله سبحانه وتعالى. أراد أهلها وزوجها إسحاق أن يأتوا إلى مصر، قالوا مصر في جو كده روقان والدنيا جميلة والنيل وما شاء الله، فأتوا إلى مصر واحتفى بها أهل مصر أي ما احتفاء، وخرجوا على العريش في سيناء الحبيبة علشان يستقبلوا بنت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. والمصريين عندهم شغف وولع ومحبة ربانية
بآل بيت سيدنا النبي ولآل بيت سيدنا النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليه. قدمت السيدة نفيسة رضي الله تعالى عنها إلى مصر مع والدها ومع زوجها، واستقرت في دار أحد التجار في مصر، أكرمه الله عز وجل بأن تسكن في داره، وظلت هناك تعلم الناس العلم وتشرح لهم الفقه الذي تلقته من كبار العلماء، لأن السيدة نفيسة رضي الله تعالى عنها كانت لها صلات متعددة بالعلماء والفقهاء والزهاد وكبار الأولياء في عصرها، يعني التقت بالإمام مالك بن أنس في المدينة المنورة، والتقت بالإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه، وظلت صلتها بالإمام الشافعي معقودة حتى توفاه الله عز وجل، والتقت بالإمام أحمد بن حنبل وببشر الحافي وبعبد الله بن الحكم صاحب الإمام مالك وبسحنون صاحب الإمام مالك ومجموعة كبيرة من فقهاء الديار المصرية من أصحاب الإمام مالك رضي الله تعالى عنهم، وكانت لهم يعني مساجلات فقهية ومباحثات في العلوم، لأنه رضي الله تعالى عنها قد فتح عليها في العلم الشرعي الكثير، فكانت من أعلم الناس بتفسير كلام الله عز وجل، وكانت من أعلم الناس بأصول السير إلى الله عز وجل وبالشريعة المطهرة. تكاثر عليها الناس، كل واحد بيفكر في حاجة يجي يستشير فيها مين؟ بنت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. كل واحد عاوز حاجة، كل واحد زعلان من واحد يروح يقول لسيدك. هو حال الصالحين كده وحال العلماء كده، لازم كل الناس تروح له. فكحال رسول الله صلى الله عليه وسلم، السيدة نفيسة إذا مش عارفة الأوراد والأذكار والشغل اللي كانت بتعمله وشغالة فيه مع الله سبحانه وتعالى، قال ما هو الناس كتير عليه، فاشتكت وقالت أنا لا أطيق ذلك، إن لي أذكارا قد انقطعت وأورادا قد تركت، وإني أريد أن أزيد من زاد معادي، أنا عاوز الزاد اللي هيبقى لي يوم القيامة إن شاء الله عز وجل، وإني حننت إلى جدي صلى الله عليه وآله وسلم. أهل مصر بقى سمعوا الكلام ده قالوا مش ممكن، هتسيبينا وتروحي فين؟ وراحوا يكلموا إسحاق المؤتمن زوجها يتوسط له، وراحوا كلموا السري ابن الحكم ابن عثمان اللي هو كان والي مصر آنذاك في هذا الوقت، فكلموه، فالراجل ربنا ألهمه إجابة سديدة وقال لها خلاص أنا عندي حل وسط، سأعطيك دارا فسيحة تليق بآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجعل السؤالات وأجعل الحاجات يأتوا الناس إليها مرتين فقط، مرتين في الأسبوع بس، يجي لك الناس مرتين في الأسبوع يسألوك، والخمس أيام افعلي فيهن ما شئتي. إلهنا قومنا إذا وججنا، وأعنا إذا استقمنا، وكن لنا ولا تكن علينا، وأحينا في الدنيا مؤمنين طائعين، وتوفنا مسلمين تائبين، واجعلنا ممن يأخذون كتابهم بيمينهم، واجعلنا يوم الفزع الأكبر من الآمنين، ومتعنا اللهم بالنظر إلى وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. إلى لقاء جديد ومدد.